هيونداي سنتافي 2024 الجديدة. خلونا نعطيكم كل تفاصيلها بهالفيديو. الإضاءة فل LED، الإضاءة الأمامية والخلفية، 6 حساسات أمامية، 6 حساسات خلفية. شوفوا فتحة الشبك هذه، في حال أنه السيارة احتاجت لتهوية تنفتح معك، ما احتاجت راح تتقفل. رادار، كاميرا من أصل 4 كاميرات موجودة بالسيارة. حرف H في اللد النهاري كامل. شوف طبعا هذه السيارة فئة الكليغرافي، يعني أعلى فئة موجودة في السنتافي. جنوط باللون الأسود، حجم الكفرات 245 على جنط مقاس 21. كتابة سنتافي هنا، إشارة بالمرايات مع قابلية الطي، وكاميرا من أصل 4 كاميرات ومثبتة على الباب عشان تعطيك عزل أقوى. هذا غير أن القزاز الأمامي كله مدبل، دخول ذكي من باب السائق من باب الراكب، تشغيل ذكي. السيارة كلها كاملة جاية مكحلة باللون الأسود. في حركة جدا جميلة هنا، تضغط تفتح معك، هذه تتمسك فيها زي القاعدة عشان لو حبيت تحط لك عفش فوق. وهذا شكل خلفية هيونداي سنتافي، طبعا فيها فتحتين لفتحة سقف، وهذا شكل الخلفية كاملة جاية زي الصندوق. الإضاءة الخلفية LED، وعندك هنا لمبات الانعطاف جاية خطوط، لمبة الضباب، لمبة الريوس، وفتحة شكمان واحدة بضغطة واحدة. طبعا تفتح معك الشنطة أوتوماتيك. شوفوا مساحة التخزين الكبيرة ما شاء الله تبارك الله، 3 صفوف مقاعد، 7 ركاب، منفذ 12 فولت. اللي راكبين في الجهة الخلفية الثالثة، منفذ تايب سي وفتحة تكييف، غير انه يقدر يتحكم بالتكييف من عنده، دلع. هذا غير السماعات والارباقات الجانبية، والسقف كامل كنتارة. وهنا طبعا العدة والستارة الخلفية، تقدر تصفط المراتب اللي بالنص من الزر هذا، فتتصفط معك بالطريقة هذه، وبضغطة واحدة تتقفل معك. من الجهة اللي بالنص يكون عندك تخشيب جدا جميل، اللون الداخلي جاي باللون الزيتي تشوفون. قزاز كامل اوتو، تسخين للمراتب الخلفية، ستاير جانبية، ومقابض الابواب جاي على نفس الديكور، مكان للكوب هولدر، وفتحات التكييف جاية جانبية، وتقدر تتحكم مرتبة الراكب من هنا. هذا غير المنافذ اليو اس بي او التايب سي جايه هنا وهنا. هذه نظره عامه على الديكور والجماليه الفخمه من الداخليه. نظام الاسوفكس الخاص بمقاعد الاطفال مع تكايه بالنص مع حاملات اكواب. اهم نقطه في السيارات الكبيره هذه السماعات بوز يا حبيبي، يعني مو بانطر بنت وعيالك في الامها. تامين للابواب والقزاز، تحكم بالمرايات الجانبيه مع قابليه الطي، تخزين لمرتبه السائق بوضعيتين، مرتبه السائق ومرتبه الراكب تنقلب كراسي طياره. شوف بضغطة واحدة، اي من هنا، لا ايوه شوف يا عيني، تتقدم بعدين، الله عليك، كلها نفس الوضعية هذه، وتقدر تتحكم فيها انت على راحتك. فتح الشنطة من هنا، مانع انزلاق والبريك الالكتروني، اضاءة داخلية موجودة في السيارة. الدركسون جاي جل طبعا بلونين، تحكمات الدركسون، مثبت السرعة، والرادار التفاعلي، والقيادة الشبه ذاتية، وبالجهة الثانية التحكم بالميديا ورد وإغلاق المكالمات. فيها شفتر خلف الدركسون، والإضاءة عندك هنا أوتو، والمساحات برضو فيها مستشعر مطر أوتو. الأجمل من كذا الشاشة الطويلة الكبيرة ما شاء الله تبارك الله، متصلة كاملة جاية زي الكيرف. طبعا وهذا غير السيارة نفس اللي شفتوه في الأزيرة. وهذه اختصارات للمسجل، وهذه اختصارات للتكييف، يعني دلعوا المراتب الخلفية، ما هم مدلعين المراتب الأمامية، مستحيل. تسخين وتبريد للمراتب الأمامية من الشاشة، تسخين تبريد، هذا غير المناخير مستقلة، مناخ السائق ومناخ الراكب مستقلين. وعندك هنا الأوتو هولد والدرايف مود وزر المنحدرات والكاميرات والحساسات، بضغطة واحدة من هنا شوفوا الكاميرات، دقيقة أيوة شوفوا الصفاوة الكاميرات، شوف ما شاء الله تبارك الله، طبعا تقدر تتحكم فيها على راحتك. وضعيات القيادة إيكو، نورمال، سبورت، ماي درايف، طبعا كل واحد يتغير معاه الثيم مثل ما تشوفون. ولو ضغطت زر على طول يعطيني سنو والمد والساند، يعني دفع رباعي استمتع. من زود الدلع حاطين لكم شاحنين لاسلكية، واحد هنا وواحد هنا، وفوق هذا منافذ تايب سي بكل مكان. طب هذا ايش؟ لو ضغطت الزر هذا سالفته سالفة. شوفوا الدرج اللي هنا، ضغطة واحدة من هنا، هنا عندك يا حبيبي تعقيم، ضغطة زر من هنا، هنا التعقيم يا حبيبي، تحط اغراضك اللي تبغى تعقمها وتطق الزر هذا،
وانتهينا. طبعا السقف كامل كله كنتارا، فتحة السقف اللي موجودة هنا وفتحة السقف الخلفية بانوراما، وضغطة زر من هنا شوف تنفتح معك. المراية تعتيم، والميزة الجميلة تنقلب كاميرا. بروجيكتر طبعا موجود يطلع لك بالقزازة هنا. منفذ 12 فولت موجود تحت الكنسول الوسط، ومكان تخزين جدا كبير تحت. هذا غير مكان الأكواب، والتكاية اللي بالنص هنا جاية جل تنفتح من جهتين، يا كذا يا من الجهة هذه. لكن لو فتحناها من هنا شوفوا مساحة التخزين كبيرة مرة، وترى على فكرة تدخل على جوة ومستحيل انك تعبيها، ما شاء الله تبارك الله. على فكرة هذه الجاية معها بعد